لا يا عمي انا على طول بلبنان. عيون العالم كلها بترجع عليكي. انا الفرح كثير بحب اتقاسمه مع الناس، بس رح هي غنائيه استعراضيه رائعه. هاي الانترتيننج يعني بيجوا العالم عن جد بيحطوا همومهم على الباب، بيفوتوا بينسوا بيرجعوا بيظهروا بيحملوهم وبيرجعوا بيوتهم. ساعه ونص عن جد من الضحك. اهم شيء الفرح والحب مسموح. ام تي في وان تي في بحبكم. ثانك يو. كارول سماحة النجمة المتألقة دايما، بتعرفي بدي أشكر كله مسموح لأنك جيت على لبنان. لا يا عمي أنا على طول بلبنان، شو هالحكي؟ لا بس بدنا نقعد هالمرة. إيه لا لا صراحة هلا أنا صار لي أكثر من شهرين هون لأني عم تابع التمارين اليومية، لأنه مسرحية بدها مجهود جسدي كتير قوي، خاصة إنه عم نغني لايف مع أوركسترا لايف وتمثيل لايف، فشي جديد كتير علي إنه مثل وأرقص وغني بس لايف مع أوركسترا. سو اكيد هذا الشيء بده تحضير. اهم شيء قلتي عم تتمرني وبدك تاخدي نفس. شو خلطتيها مع نفس الاغنيه اللي قطعتي لنا فيها نفسنا؟ نفس هي يمكن اول مره بفتح بقوله هيك البردايه او الستاره عن كارول الانثى، كيف بتكون دايبه بالحب ودايبه بالرجل. انا اجمالا شخص ما كتير بيحكي عن مشاكله بالحياه او بحكي، بحب لما كنت عم بقول انه شاطر الفرح، بحب احكي عن الفرح مع الناس، ولا مره بحكي عن القصص اللي فيها انسكيورتيز او نقاط ضعف ما بضوي عليهم. هذا العمل حبيت طلع كل نقاط ضعفي وكل رقه الانثى لما تكون مغرومه باغنيه نفس. بكلماتك والحاني صحيح بتقولي ما بحب اقول عن حالي او ضوي عن حالي، مع انه حياتي كثير مفتوح. ليه؟ لا قصدي ما بحب ضوي عن حالي، انا قصدي اقول ان انا ام برايفت بيرسون، يعني مني شخص الناس بتعرف عني كل شيء وبحط كل شيء بناقشه على السوشيال ميديا، او اذا صار معي مشكله بناقشها على السوشيال ميديا مع الناس. نوعي هيك، مني انا عم بقصد اعمل هيك كماركتينج، يعني شخصيتي هيك. فاللي بقوله انه انا الفرح كثير بحب اتقاسمه مع الناس، بس الاشياء الثانيه المظلمه يمكن بحياتي ما بحكي عنها، بحلها لوحدي، عرفتي؟ فالاغنيه هي الاسكاباد اذا بدك، هي الهروب اني اعبر هالاشياء اللي ما بحكي عنها. هلا بالالبوم بنرجع لكله مسموح، هالعمل الحلو عوده للمسرح الاستعراضي كمان فيه حب، شو دورك؟ شو رح تعمل شيء مختلف؟ وشو المسموح وشو مش مسموح؟ المسرحية الغنائية كله مسموح، أنا مبسوطة أنه عم بلعب دور أول مرة بلعبه، دور كتير لايت ومرح وخفيف، لأنه بالمسرح الغنائي وبالمسرح قبل عامة كنت ألعب أدوار دايما هيك جدية أو درامية، فهون رح نشوف كارول بشخصية جديدة كتير مرحة اللي هي ياسمينة. كتير فخورة بهالعمل، البرودكشن عظيمة، الميوزك عظيمة، مش لأنه أنا بالعمل صدقيني، الليفل فيري بروفيشنال، وانا لو ما حسيت انه كل هالمقومات مكتمله ما كنت عملت كومباك بالميوزيكال. بعتقد عمل مشرف رح يكون لكل اللبنانيين والعرب. نحن ناطرين. شو بنقول للام تي في 1 تي في 1 اف ام؟ ام تي في 1 تي في بحبكم. ثانك يو. خيال عتمي لمسي ونسمي حب ونغمي، لا تقلي لا نحن الهوى نحن لبعضنا بقى سوا. روي خوري مخرج كاتب بطل مغني بكله مسموح. بكله مسموح صح مظبوط. بس اكثر شيء مخرج شايفي من خلال الشابو الكاسكار المخرج هذا التريد مارك طبعا. سبق وشفنا مجنون ليلى شيكاغو بالعربي، ف هلا شو جديد؟ شو رح نعمل؟ بعرف انه في حقوق لمسرحيه الا 90 سنه عم تنلعب. صح 100%. كمان anything goes بالعربي كله مسموح، هي it's a licensed musical. صار لها مثل ما قلت 90 سنه يعني كمسرح. السنه القصه مختلفه عن شيكاغو بالعربي، والميوزيكال اكبر بكثير، ديكور كثير ضخم، الازياء كثير كتار. شيكاغو بالعربي كان ديكور واحد، كوستيم واحد، كلنا بنكون بالاسود. هالمره نحن على سفينه
مليانة، في أوض عم تفوت وتظهر، الكوستيمات كتير كتار، والقصة حتى it's a very light comedy كتير entertaining، فهذا شيء كمان مختلف. وكمان في معنا الكومباك تبع كارول سماحة على المسرح عم بيكون، فهذا الشيء الهيوج يعني اللي عم بيصير. عرفت انه المسرحية مثل ما هي بس صارت لبنانية، كيف قدرتوا وصلتوا لهالمعادلة؟ هي القصة it's a universal story، يعني نحن لبنانيها على طريقتنا، أكيد في نكت ومواضيع أمريكانية إن كان بالسياسة وبالنكت نحن قربناهم على طريقتنا ولبنانيهم مثل ما تصير تشبهنا لقلنا. فهلأ مين ما يحضر المسرحية أكيد ما راح يحس أبداً بالفرق، يعني راح تبين أنه مسرحية لبنانية عربية. وعدينا بساعة ونص من الضحك هالقد؟ ساعة ونص من الضحك، نحن بالتمارين ما عم نقدر نكون جديين، فأكيد أكيد على المسرح العالم ساعة ونص عن جد من الضحك. وسمعنا هيك لقطة عم بتغني روي وكتير رومانسية الأغنية، رح تغني أنت وكارول؟ رح غني ديو أنا وكارول. أنا دوري بالمسرحية هو الشاب الرومانسي اللي مغروم بأمل اللي غنيت معي كمان، وعم بعمل المستحيل تكون معه، وكارول هي بتكون الشخص اللي عم بيساعدني تفكس للعرس للبنت اللي أنا معها. في غنية معها على كارول، غنية كوميدي كتير بتضحك كتير مهضومة، فهذا شيء كمان كتير محمس له وفخر لقلي أنا عم غني مع كارول سماحة. أنت مخرج مننبسط بشغله، بس أنا عتلاني همك بشغلي روي حزار. لك كيف بدك تغني وتمثل أنت المخرج؟ مين بده يعمل إخراج بهالوقت؟ المخرج خلص بيكون سلم شغله للبرودكشن اللي هي نايلة خوري اللي هي بتكون وان وومن شو بتكون قاعدة بالرجي مسلمة كل شيء، أنا بكون ركبت البازل كله وخلص يعني. وكتير مهم كمان يكون عن جد في شخص بقدر أوثق فيه، يكون العين اللي بر اللي عم بتشوف اللي هي عينة يعني اللي عم تحضر المسرحية اللي هو نايلة. نايلة خوري المنتجة الفنانة الفدائية الأبضاية، بس ناجحة كتير، بدنا نقول مبروك سلف على كله مسموح، شو بتخبرينا؟ أول شيء منى مرسي على وجودك على طول معنا بكل أعمالنا، وجودك هو أكبر دعم لكل أعمالنا. Anything goes بالعربي هي مسرحية غنائية استعراضية رائعة، بتسلي كتير، رح تشيلنا من التعب اللي احنا موجودين فيه، رح يفوتوا الأشخاص على المسرح، رح ينتقلوا بساعة ونص على برودواي ويرجعوا هونيك، منوعدهم أنه رح يعبوا عيونهم ودينيهم وراسهم فرح وغنى ورقص. حكينا بالجامعة أنه أنتوا أخذتوا الحقوق كلها مثل ما هي المسرحية موجودة بس على الطريقة اللبنانية، شو كان مسموح وشو ما كان مسموح؟ أكيد مش كله مسموح، القصة هي أكيد في كم شقفة هن بيحترموا الاختلاف الكولتشر الثقافة اللي نحن عنا نحن وياهن، وهولي منقدم فيهم طلب خاص أنه هولي قصص نحن بدنا ينشروا من المسرحية يا نعملهم أدابتيشن على الثقافة اللبنانية. اللي مسموح هو نعمل اللي بدنا اياه بالاخراج، نعمل اللي بدنا اياه بالتصميم الرقصات، النص بيضل هو ذاته، الكاركترز بيضلوا هن ذاتهم، والباقي كل هن. وخبريني عم يعذبوك الكل انت كمنتجه ومعهم ليل مع نهار، وبعرف التمرينات عم تكون مكثفه لانه قربنا كثير، التمرينات مكثفه كثير، بس ما بكذب عليك ما بيعذبوني ابدا. بتعرفي ليه؟ لانه الشغف اللي موجود عند كل فريق العمل، ما عم بحكي بس الاشخاص الموجودين على المسرح، انما كمان كل الاشخاص اللي موجودين بالباك ستيج ورا الكواليس، كل واحد حاسس بالمسؤوليه اللي هو عنده اياها لهيدا العمل، فبالعكس بيطوشوني تليفونات انه عم بيتابعوا شغلهم اكثر، التمرين مكثف اكثر، يعني كارول من الا يلا خلصنا انه بكره ما في اوف، بتجن تلفن لي ليش وبدنا نتمرن وبعد هيدا شهر. ونحن كثير فخورين وكثير حلو الجو اللي احنا عم نشتغل فيه، انه الكل غيران على العمل اكثر من انا وراي. انا بعرف بيني وبينك ايه انه البادجت بده يكون عالي، يعني عم تاخذي حقوق، شو مش خايفه بكم يوم عرض رح بده شو رح يكون في النتائج الماديه؟ بالنهايه بعرف انه انتم عندكم باشن وعندكم رغبه بالشغل وفدائيه، بس كمان اكيد نحن ولا مره جمهور لبناني خذلنا، بشيكاغو بالعربي بلشنا بعرضين خلصنا ب 15,000 مشاهد حضروا شيكاغو بالعربي بس بلبنان. ما عندنا شك انه الجمهور اللبناني رح يحب كثير anything goes بالعربي ورح يدعمنا اكثر. الهدف انت قلتي ما انه نعمل مصاري، الهدف نغطي الكوست اللي احنا عنا اياه، لانه الشغف اللي عنا للمسرح
بتجي ايام على لبنان احلى، وبيجي اوقات بيكون فيها سواح اكثر ومغتربين اكثر وبنعرض لاشهر اكثر، بس هلا ما عبالنا نوقف وننطر لظروف احسن. نحن هيك بنعرف نقاوم، هيك بنعرف نشوف لبنان بصورته الحلوه، وهذا اللي عبالنا نشتغل عليه. نحن حدكم ومبسوطين لانه بدنا نضحك سوا مع كله مسموح. كله مسموح، بس اكيد ما انه مسموح بلا منى وبلا وان تي في وام تي في. فؤاد يمين اسمه، بس نشوفه بنتفائل بالخير وبنفرح. العمل بده يكون سبيسيال، كثير العمل سبيسيال، كثير العمل مميز، لانه اذا بدك اول شيء عم نشوف نحن الرقص والموسيقى وهالشيء الجرانديوز والتياب والتمثيل، سو العمل هيك مبهر، مبهر بالنظر، مبهر بالسمع، ونحن بحاجه لهذا الشيء، لانه اجمالا المسرح بلبنان عم بيكون انتاجات صغيره، بتلاقي مسرحيات صغيره بيكونوا حلوين كثير، بس كمان بحاجه نشوف هالاعمال الكبيره، هال اذا بدك الجلامور هيك، فكثير حلو اللي عم بيكون هون. انت ابن المسرح، بس هلا المسرح استعراضي والقصه مش قليله ابدا، فقد ايه بيعني لك هيدي العوده وهالعوده مثل قلت الجرانديوز؟ ليك انا بحب كل انواع المسرح، يعني بنفس الوقت هلا عم بعمل مسرحيه انا لحالي، بنفس الوقت بشارك بهالمسرحيه اللي فيها 80 شخص، كل انواع المسرح لها نكهتها الخاصه، كل شيء بيقدم شيء. هالمسرحيه بتقدم للعالم انترتينمنت لمده ساعتين، موسيقى، رقص، ضحك، تسليه، هايلي انترتيننج، يعني بيجوا العالم عن جد بحطوا همومهم على الباب، بفوتوا بينسوا، بيرجعوا بيظهروا، بيحملوهم وبيرجعوا بيوتهم. قلت انترتينمنت واغاني، يعني تمرينات كثيره، وين صرتوا بالتمرينات؟ وين عم تتعبوا؟ عم نتعب كثير، عم نتمرن كتير، مؤخرين شوي ما تخبروا حدا، بس لا رح نكون واصلين على نوثق فيكم. انتم بتفزعونا اخر شيء بتطلعوا بتعقدوا؟ ان شاء الله ان شاء الله. وكمان معنا بوجود كارول سماحه كمان خلص على الستاندرد كتير، يعني بدك تكوني اب تو ذا ليفل مع شخص هالقد موهوب تمثيليا وغنائيا وبالرقص، يعني ارتست كومبليت، سو ما فيك تجي تستهتري، بدك تشتغلي تقدر توصلي على هالليفل. طيب فؤاد يمين رح تمثل، رح ترقص، شو رح تعمل؟ مين اللي انا رح مثل؟ أكثر شيء رح غني شوي، رح أرقص شوي، يعني بس مين لي دورة تمثيلي؟ يعني كله مسموح؟ كله مسموح بهالمسرحية، أهم شيء الفرح والحب مسموح. وشو مش مسموح بهالمسرحية؟ ليك مش مسموح إنه العالم تزهق، مش مسموح إنه العالم تتضايق، مش مسموح أبداً إنه العالم ما تنبسط، لا رح يكون كله بوزيتيف. شفت اسمك ليك وين؟ على اليمين، فؤاد يمين. حلو، حبيت؟ ايه على اليمين، اليمين على اليمين وعلى العالي اليمين. اليمين. الحمد لله، الحمد لله. راضي على الاسم؟ ليك راضي عن الشخص كمان؟ عم بشتغل كتير، يعني انا حدا كتير بيشتغل على حاله، عم دايما بقول انه الانسان ما في يوقف بمحل، سو هو كله ورك ان بروجرس، قد ايه واحد بيقدر يتحسن يعمل قصص منيحه لحاله للمجتمع بيكون عم يتطور، وهذا اللي عم جرب اعمله. نحن بنشوفك دائما هيك، ان كان بالكتابه، ان كان بالتمثيل، ان كان بالغنى شوي كمان، بنحبك، فبقول لك يعطيك الف عافيه وكله مسموح لك فؤاد. ثانك يو، ميرسي لك، ثانك يو. شو بتقول للام تي في وان تي في؟ الوان والام تي في دائما داعمين للفن، وبدنا هيك محطات دائما عن جد بيضوا هذا الشيء، وبيكون وصلة تواصل مع الناس، الناس يعرفوا بشو نحن عم نعمل، فالفضل لكم. رنا أسطيح الإعلامية الصديقة والمستشارة الإعلامية لكل أعمال مميزة، عم بتسائبوا لأنت عم تنقيهم، عم يختاروني وأنا مبسوطة بثقتهم فيك عن جد. من عمل لعمل نوصل لكله مسموح، هالعمل كلنا ناطرين ومبسوطين فيه، عودة للمسرح الاستعراضي، قد ايه هالشي بالنسبة إليك بيعني لك وقد ايه تعب أكتر؟ كتير بيعني لي انه عمل مسرحي اخذ اكثر من 50 جائزة عالمية، عم يتقدم بنسخة لبنانية عنا بلبنان مع مخرج مبدع مثل رويال خوري، مع نجمة عندها حضور ما حدا عنده مثله يلي هي كارول سماحة، واللي عم بتسجل عودة للمسرح الغنائي الاستعراضي، ومع شركة بايبلاين برودكشنز والمنتجة نايلة خوري يلي عم بتقدم العمل باعلى معايير انتاجية وفنية. هيدا الشيء بكبر القلب، لانه لما بيتقدم هيك عمل عندك على مسارحك اللبنانية بتحسي عيون العالم كلها بترجع عليك، مثل ما لما قدموا شيكاغو بالعربي كمان حضر 15,000 شخص وطلعت على الصفحة الأولى على نيويورك تايمز. يعني هالأعمال اللي بتكون ناجحة ببرودواي بالمسارح الكبرى برا عندها هيك خصوصية ورهبة حلوة لما تتقدم بلبنان.